السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف الشطرنج. معكم إياد رضوان. كثير من الأخوة بيطلبوا مني أحلل المباريات اللي بلعبها بالواقع أو على تطبيق ليتشيس. راح أحللكم اليوم مباراة لعبتها من شوي، من 10 دقائق بس، ففيكم تشوفوها على موقع ليتشيس، وراح أحط رابطها، يعني إذا شاف الفيديو حد بعد فترة طويلة ممكن يلاقي الرابط. مباراة جميلة جداً، فيها أفكار كتير تكتيكية كتير حلوة. هلا رح نشوفها. أنا اللاعب الأبيض، هون تقييمي بالربع عم نلعب 10 دقايق بدون زيادة، كان 2165، يمكن صار 2170 بعد هاي المباراة. واللاعب الأسود تقييمه 2325. فخلينا نشوف شو اللي صار. بلشت المباراة بE4، والدفاع الفرنسي E6، D4 وD5، نايت C3 وبيشوب B4، والآن E5. ولحد الآن النقلات الرئيسية نفسها. فهون اللاعب الأسود لعب النايت على الE7، طبعا هون الخط الرئيسي هو الC5، ولكن لاعب هون لعب النايت على الE7. طبعا أنا بعرف هون لازم الواحد يلعب A3 فورا لطرد هاد الفيل، ولكن أنا قلت باعتبار أنه خصمي يعني أعلى تصنيفا مني، فخليني ألعب بعدوانية وما لعبت النقلة الرئيسية. لعبت F4 للبدء بأقصى سرعة بهجوم على جناح الملك، حتى كنت ناوي يعني مباشرة أطلع بالوزير على H5، هيك كنت عم أفكر. فهون لعب C5 ولعبت الA3، طبعا هاي نقلات إجبارية بهذا الموقف الA3. فهون أخذ البيدق، طبعا الأفضل هون إنه ياخذ الحصان، طبعا بياخذ، أنا باخذ الحصان وبيت أو شيء، ولكن هون ليش خطأ؟ يعني هاي ممكن تنلعب ولكن بغير تفريح. هلا بنشوف، رح ياخذ الفيل، أخذت الفيل، رح ياخذ الحصان وأخذت البيدة. هلا هون فكرة اللاعب الأسود بهالتفريع بالذات هو إنه يعمل إضعاف ببيادق جناح الوزير عند اللاعب الأبيض، فراح يكون كل هجوم اللاعب الأبيض على جناح الملك وهجوم اللاعب الأسود على جناح الوزير، وهدول البيادق الإضعاف بالتحديد. ولكن بهذا التفريع الحقيقة ما صار اضعاف عندي، بالعكس يعني حسيت انه بيادقي هون وضع ممتاز، بحيث مثلا اذا هدد الوزير انه ياخد، بكل امان انا فيني العب البيشوب على الD2 واحميهم، وصار الوضع جيد لانه احصنته مثلا، ما في تضغط على البيادق عندي. فحسيت هون موقف البيادق عندي قوي جدا، والوضع بجناح الوزير مستقر، فهذا الشيء راح يريحني بالهجوم على جناح الملك. هون بيات البيشوب على D3 والنايت على D7، النايت على الاف والكوين على السي. طبعا مثل ما شايف يعني بلش يهاجم بهاد البيادق، فنفس الفكرة البيشوب على الدي لا تحمي البيادق، ومثل ما شايف يعني عمليا ما عنده اي شيء خطير على جناح الوزير. فالان ارتكب غلط كبير ولعب النايت على الB6، طبعا ضروري كان يمنع لي النايت من انه يجي على الG5 مثلا بنقلة مثل الH6، كانت هذا الحصان رح يكون خطير جدا على هالمربع. هلا رح نشوف. فاذا هو لعب النايت، هون وقف الفيديو وحاول تلاقي نقلة اللاعب الابيض. الحقيقة نقلة اللاعب الابيض معروفة بهاي المواقف، يعني تضحية معروفة جدا، وما أنا اجتهاد شخصي مني، وإنما تكتيكيا معروفة ومناورة معروفة، التضحية بالفيل هون. طبعا ايمت بتصير هاي التضحية؟ بتصير هاي التضحية لما بكون الحصان بحسن بيجي بأمان لهون، وطبعا الوزير بيجي لهون. فهلا إذا أخذ رح ياخذ الحصان، والآن مثلا إذا رجع الوزير لهون رح يجي الوزير مع كيش، ورح يكون في عنا أضرار جسيمة للاعب الأسود ورح يخسر، فلذلك رح يخسر مادة كبيرة. فلذلك اللاعب الأسود هون فضل أنه يعرض ملكه للخطر،
وما يرجع لا ورا. فهون نقلة قوية الكوين على الجي، ومهدد مثل ما شايف بكشف، ممكن يكون الحصان ياخد هذا البيدق ومع كش وبعدين ياخد الوزير. فهون التهديد بالكشف على ما يبدو خوف اللاعب الأسود كتير وخلاه ما يحسب مليح. طبعا هون الكمبيوتر بيقول يعني في أفضلية كبيرة للاعب الأبيض، ولكن الأفضل إنك تلعب F6 بحيث إنه عمليا ما في يعني ما بيروح الوزير، لأنه إذا قلنا كش راح يكش الملك لهون. فأنت إذا أخذت الوزير راح ياخذ الوزير، هون راح ياخذ القلعة وراح ياخذ الحصان. ومثل ما شايف يعني تقريبا الوضع مقبول، في عنا قلعة مقابل حصانين، يعني حصانين مقابل قلعة وجندي، فالوضع مقبول جدا للاعبين على ما أعتقد. الوضع جيد فما في أي خطر هون، فلذلك اللاعب الأبيض واللاعب الأسود لازم يكون حاسبة وما يروح على هذا التفريع. ولكن هون اللاعب الأسود خاف منه وعلى ما يبدو ما حسبه إنه إذا إجا الحصان، عفوا إذا إجا الحصان هون رح يكون الفيل هاد رابط الحصان على الوزير، فلعب الاف 5 هيك على أساس إنه يسكر الوزير. هون وقف فيديو ولاقي نقلة اللاعب الأبيض النقلة القوية جدا. الحقيقة هون نقلة اللاعب الأبيض اللي لازم تنلعب هي الكوين على الاتش 3، وطبعا التهديد هون بكشمات من المربع اتش 6. طبعا هاي الكشمات ما إلى أي حل وخالصين، ممكن يضحي بالقلعة مثلا، يجي لهون يأخر نقلة أو نقلتين يضحي بالوزير، ولكن كشمات إجباري بعد 5 نقلات ما إلى أي حل. ولكن هون مجرد ما لعب اللاعب F5 وصار عندي أخذ بالتجاوز، الأخذ بالتجاوز هون وفتح الوضع على الملك يعني شيء لا يقاوم. فبدون تفكير ما لعبتها وما شفت هاي النقلة القوية اللي كانت ممكن خلص تنهي الدور ب5 نقلات، يعني كشمات بعدها مباشرة ما إلى حيل وأخذت البيضة. وهون الكمبيوتر بيقول خالص أفضلية اللاعب الأبيض كلها راحت، لأنه اللاعب الأسود صار عنده إمكانيات دفاعية، بالعكس يعني كان فتح الموقف هون لصالح اللاعب الأسود وليس لصالح اللاعب الأبيض. ولكن هاد شي ما كان ظاهر يعني إلي بالعين المجردة، طبعا محتاجين لكمبيوتر لحسابات دقيقة، ولكن بشريا ما زال عندي هجوم قوي جدا، ما زال عندي تهديد بكش بالكشف، ما زال عندي البيدا اتش بأي لحظة ممكن يدخل، يعني كتير أفكار، ما زال عندي التبييت والألعم باعتبار انه هذا العمود رح ينفتح ممكن تكون خطيرة. يعني كنت عم افكر بهيك وقت اللي اخذت بالتجاوز، فهون اخذ بالملك. طبعا الكمبيوتر ايضا بيقول لازم تاخذ بالجندي، اخذ بالملك. هلا هون انا اخذت شوية وقت افكر هل العب الكش هون واخذ القلعة، شو رح يصير اذا اخذت القلعة؟ هيك حسبت رح ياخذ كش، فراح يروح الملك، راح اخذ القلعة وراح ياخذ القلعة، وعمليا يعني هجومي انتهى، ما ضل عندي اي هجوم خطير، والوضع مثل ما شايف حصانين مقابل قلعة وجندي، وما في اي افضلية، ما بعرف يعني كيف بدي اربح بهذا الموقف، فلذلك ما اخذت هذا الخط وما اخذت الفرق. قررت انه احافظ على الملك هون عالق بالوسط على امل انه يصير في افكار هجومية اقوى من هيك، فلذلك ما اخذت هاي النقلة ورحت بيتت. فهون هو خاف، طبعا هو عم يفكر بطريقة مادية لسه اكتر مني، فبده يحمي هاي الخانة، فراح لعب على القلعة على الاتش. طبعا هون الكمبيوتر بيقول لازم تلعب كلاعب أبيض قلعتك على الإيتو للضغط على هاد البيضة، وهاد البيضة مثل ما شايف بصير مهدد بالقلعة، مهدد بالحصان، مهدد بالوزير، وراح يكون عليه ضغط كبير وأفضلية كبيرة للاعب الأسود. ولكن أنا كان عندي فكرة تانية، لعبت البيشوب على الإي 3. طبعا شو فكرتي إنه أجي لهون أعطي كيش، عفوا، ومثل ما شايف يعني الكش لوين بده يروح إجباري، الملك بده يروح على المربع
جي 6، وبالتالي راح يرجع الملك ينحط تحت تهديد الكشبي الكشف. فلذلك هون لاعب الأسود لعب النايت على الاف 4 لحتى يمنع هاي الخانة عن الفيل. هلا وين بدي اروح بالفيل؟ يعني اذا حطيته مثلا على هذا المربع راح ياخده، واذا رجعته لورا ممكن الوزير ياخذ هذا الفيل ويصير عنده يعني لعب مضاد قوي. فقررت انه اعمل تضحية متسرعة الحقيقة، لعبت النايت على الاف وعطيته الفيل. والمشكلة انه اذا اخذ الفيل راح يكون في عنا تهديد للوزير وللقلعة، شوكة وقوية جدا، راح يصير فرق مادي كتير كبير. ولكن انا كنت حاسبه انه راح يجي لهون، راح اجي كش لهون، الملك اجباري راح يروح على الاف 7، راح اجيب الحصان كش، والملك وين بده يروح مثلا اذا راح لهون؟ راح اجيب القلعة هيك ومهدد انه اخذ الحصان مقابل الفيل او تجي القلعة لهون، يعني يصير ضغط كتير كبير على الملك. ولكن الكمبيوتر بيقول انه هذا الخط ما راح يفيدني، وبهذا الخط افضلية كبيرة للاعب الاسود، افضلية ناقص 7 او ناقص 8، يعني فوز محقق للاعب الاسود، ما راح يكون عندي تعويض عن الفرق المادي اللي موجود. يعني الفرق المادي الموجود فيل وحصان، وما عندي كشمات او ما عندي يعني شيء عملي لتعويض هالكشمات طبعا. ولكن انا ما كنت حاسب كل شيء بشكل دقيق، ولكن كنت عم العب بشكل استراتيجي. فهون لحسن الحظ انه ما لعبه، انه خاف من هاي الكشه، طبعا خاف من هاي الكشه، فهون لعب الكوين تيك سي 3، وهون مهدد الفيل. طبعا عطاني فيل وعطاني حصان ببلاش، طبعا انا فيني اخذ هذا الحصان، طبعا ما في ياخذ لانه راح تكون القلعة غير محمية. ولكن انا قلت قبل ما اخذ خليه اعطيه كيش. فكرتي هلا راح نشوفها، كيش الملك راح يرجع لهون، وكيش ومثل ما شايف يعني كل الخانات هون مراقبة، فالملك راح يكون يرجع الصف الثامن اجباري. والان باخذ البيشوب بحيث باخذ الحصان، بحيث انه ما راح يستطيع انه ياخذ الفيل، لانه اذا اخذ الفيل راح اخذ القلعه، وهذه القلعه راح تكون رابطه الفيل على الملك، يعني راح يكون وضع كتير صعب على اللاعب الاسود. ولكن اللاعب الاسود اخذ الفيل بالفعل وعطاني القلعه. هلا ليش عطاني القلعه؟ كان عنده فكره، انه فكره حلوه كتير على فكره، انه يجي لهون كيش وممكن يحقق التعادل مثلا، الملك اجباري راح يروح، هلا راح نشوفها راح تنلعب. فالكوين على الجي كيش جيت لهون، على فكره انا كنت حاسبها تماما هون على المفروض انه بهيك، يمكن اظن كان يفكر انه اجي لهيك اغطي بالقلعه ويجي لهون كيش مستمر، فراح اغطي بالقلعه راح يرجع كيش مستمر. ولكن ما هذا اللي صار، انا كنت حاسب اللي عم افكر فيه كيش، ففتت بامان على الزاوية. والآن كيش مثل ما شايف على ما يبدو انه راح وزيري، لانه هذا الكيش ممنوع الملك يتحرك، ممنوع الملك يتحرك، وممنوع الاخذ بالبيدق بسبب الربط على العمود القلعة. ولكن انا كنت شايفه انه فيني اخذ بالوزير، طبعا راح ياخذ الوزير مثل ما انك شايف. والنقلة اللي كنت حاسبها انا هون انه القلعة راح تاخذ الفيل مع كيش، بحيث انه الملك مثل ما شايف يعني ممنوع يطلع لهون وممنوع يطلع لهون، فالخانة الوحيدة المسموحة له هي الاتش 7. والاتش 7 شو راح تعمل؟ راح تقطع ربط البيدق، وبالتالي راح استطيع انه اخذ الوزير. فهون وقت اخذت القلعة هون انا كنت شايف هاي الفكرة، فكيش جيت لهون، والان كيش وهون اخذ الوزير واخذت الفيل مع كيش، وهون استسلم اللاعب الاسود، لانه اجباري الملك راح يروح
الملك راح يروح على الاتش 2، راح اخذ القلعه مع كيش، راح ياخذ القلعه، والان راح اخذ الوزير، مثل ما شايف قلعه وحصان زياده، فاستسلم اللاعب الاسود. فهذا كان الدور لليوم، شكرا للمتابعه، ان شاء الله يكون عجبكم، وان شاء الله راح اصير انشر ادواري اللي فيها افكار يعني اللي فيها فائده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله، لا تنسوا الاشتراك بالقناه.